بس عشان الناس تشوفني، عشان الناس تسمعني لما اطلع على المنبر، بس انت معايا في الجنه. فيتسكت الجذع كده كانه عيل صغير، طمناه ما تخافش مش هنسيبك. عارف لما الاب يقول له مش هسيبك وامشي، اهو النبي قال له كده صلى الله عليه واله وسلم. وما تستغربش من دفاع النبي عن جمله الناقه القصواء يوم ما كانوا داخلين يوم صلح الحديبيه مكه، وبعدين حصل خبر يدل ان احنا هنحارب، بس ربنا لم يرد الحرب، ربنا اراد ان يكون في سلام. بس الاحداث بتحصل احنا مش عارفين هنحارب ولا يحصل سلام ولا يحصل صلح، فبركت الناقه فقالوا خلأت القصواء، يعني كسرت كلام النبي. فدافع النبي عنها وقال اللي بيحبني مش بيعصيني، حتى لو كان من الأكوان، حتى لو كان من الحيوانات، حتى لو كان من الجماد اللي كان بيسبح في إيد النبي الحصى لما كان النبي يمسكه يسبح بحمد ربنا، وكأنه بيقول لرسول الله على فكرة أنا كمان بحب ربنا، على فكرة يا رسول الله احنا عارفين انت بتحب ربنا وتحب تسمع ذكره في كل حاجة. فكان النبي يمسك الحصى يسبح في ايديه وكأنه بيعلن له اسلامه لله رب العالمين. فقال ما خلقت القصواء، يعني ما كسرتش كلامي، وما ذلك لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل. يوم ما فيل أبرهة زمان حب يخش مكة عشان الحرب ويهدموا الكعبة، ربنا قعده، وكذلك قعد الناقة عشان ما نحاربش. أنا فهمت إن ربنا بيقول لي ده صلح، وكأن النبي بيقول أنا عارف ربي وعارف حكمة ربي في الأكوان وشايف صفات ربي في الأكوان. وعلى فكرة يا جماعة ده لازم يكون سلوكنا مع كل ممتلكاتنا سواء جماد أو حيوان. إن عطاء الله يقول أنت مع الأكوان ما لم تشهد فيها المكون. لو مش شايف مراد ربنا من كل مقتنياتك والنعم اللي حواليك جماد وحيوان وأي حاجة سوى الخلق، لأن الخلق فيهم مرادات تانية وحكم تانية، أنت مع الأكوان ما لم تشهد فيها المكون. فإذا شهدت المكون سبحانه وتعالى كانت الأكوان معك. ربنا يسخر لك الكون كله في طوعك لو انت شايف صفات ربنا وشايف المنعم في النعمة سبحانه وتعالى جل في علاه. كان حنين، كان حنين صلى الله عليه وسلم، لما في يوم من الأيام شاف واحد من أصحابه جايب لفة كده، لفة قماش، ففتحها قدام النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف فيها عصافير صغيرة ومعها أمهم، فقال له إيه العصافير الصغيرة دي وإيه أمهم دي؟ فقال له يا رسول الله أنا مررت، وأنا أحكي قصة كأنها يعني زي قصة كده مش بنص الحديث، أنا مررت على شجرة فلقيت العصافير الصغيرة دي فقمت واخدهم، جت أمهم قعدت تلف حوالين راسي، فتحت لها القماشة قامت واقعة عليهم، وقمت قافل عليها، هي ما كانتش عايزة أمهم تفارق الأطفال الصغيرين أو يعني الفراخ الصغيرين، بتحبهم بترحمهم. فبص النبي للأم وهي في حضن ولادها ضماهم كده وهو جوه الكيس القماش، فقال ضعهن عنك سيبهم فرقش ما بينهم، العصافير الصغيرة مش هنعرف ناكلها ما تذبحش أمهم. شاف النبي صورة من صور رحمة ربنا في الكون، صعبوا عليه فقال له سرحهم، علشان شاف الرحمة عايز أقول يعني في عيون الطائر الصغير، لأن النبي كان يرى صفات رب العالمين في كل الكون حواليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويمكن ده السر، سر المرأة اللي ما كانتش كافرة. النبي قال دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. سيبها تأكل من الأرض الحشيش ولا الحاجات اللي طالعة من الأرض، تحبسيها كده ليه؟ ولا حتى تسيبيها تاكل لقمه؟ ايوه بس دي كانت مسلمه، لانها لو كانت كافره كانت هتخش النار عشان الكفر مش عشان القطه بس، ليس بعد الكفر ذنب. يعني ممكن يكون عندها اعمال صالحه لكن ممتلكات حبيبنا ربنا ما كانتش بتراعيها. ما كانتش حنينه على الحيوانات. ما كانش ليها صله، ما كانش في حب في قلبها تجاه قطه، ممكن ما يكونش للقطه دي اثر في الكون ولا اثر في حياتها، لكن دي عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء. احترام صنع الله سواء جماد من مقتنياتك او اي حيوان ربنا خلقه، ده من توقير رب العالمين الذي خلق وصنع هذا المخلوق. صنع الله الذي اتقن كل شيء، خليك حب تسير على الارض تجاه كل المخلوقات زي النبي. تعالوا نشوف مع بعض كلمة حب ورسالة حب بتتكلم عن نبي الحب مع كل الأكوان، ونرجع. اتفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ممكن إنسان فعلا يعيش من غير الحب؟ لو أنت بتحب إنسان مش بتتشوق ليه؟ مش بتذكره باستمرار؟ مش بتتكلم عليه؟ تخيل حب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو علمنا إزاي نحب ونحب الله عز وجل، لو المكان اللي حودينا فيه إن شاء الله وصلنا للجنة. عارف حب الله عز وجل للرسول عليه الصلاة والسلام خلى الطبيعة تحبه. عارف أنت لما تقول الطبيعة بتحبك لأن كل حاجة بتنجذب إليك في نفس النوع، تخيل الله عز وجل علم الرسول أحبه حب شديد، فخلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه أصبح حب. عارف لما أقول الإنسان، لما حد يقول لي يا ترى مش محبوب، أقول له هل أنت حب؟ بتطلع الحب من جواك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حب، هو نفسه حب، فالحب لازم ينتشر، لازم يطلع. فهديته للصحابة ولنا كلنا ان علمنا الحب، علمنا ازاي نحب الحب الصح، ازاي نحب الله وازاي نحب في الله وازاي عارف كل حاجة لله سبحانه وتعالى. شفت ناس كتير قوي لما حد يقول تعرف انا بحبك اقول له زودها في الله. عارف اتعلمنا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو انا بعزمك على عشاء مكتوب متشكر جدا، لو انا علمتك حاجه وتبدا عارف تعيش فيها وتكبر وتنمو بيها، بتحس انك في حب متبادل، هتلاقي نفسك الناس بتذكرك بالخير، تتشوق لرؤيتك، يبقى يتعلم منك انك مثل اعلى له. تخيل بقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ايه تعب علشاننا وقد ايه حبنا، كانت الدنيا بالنسبه له كلها ولا تسوى حاجه، عايز بس يوصلنا لبر الامان، عايز يوصلنا لله سبحانه وتعالى. فلما تقول والله عز وجل عارف قال لنا لازم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حب المولى من حب الرسول وحب الرسول من حب الله سبحانه وتعالى. فتخيل أنت وتعالى كده ببيتكم تقول أنا بحبك يا رسول الله، وبتقول مش بس كده، بتحس بالحب مش بيطلع بس من لسانك، كل حتة فيك، جهازك العصبي، جهاز المناعة، كل حتة فيك بتحس بهذا الحب. فبتحس الحب يرجع لك من نفس النوع اللي انت بتقوله، يرجع لك من نفس النوع. مش ممكن تحب من غير ما تتحب. انت عارف لما حد يقول لي دكتور انت بتحبني، اقول له انت بتحبني؟ يقول اكيد. انا سألت مرة حد من الأمة الأئمة، قلت له تفتكر الله سبحانه وتعالى بيحبني؟ قال لي انت بتحبه؟ قلت له بكل حتة فيا. قال لي مش ممكن اطلاقا تحس بالاحساس ده من غير المولى عز وجل يكون اداهولك. طب مين اللي علمه لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فبتحبه اكتر من نفسك، بتحبه اكتر من اي حد تاني. ليه؟ كل ما تفكر فيه بيبقى يوحشك، يبقى عارف انت ممكن من التفكير بتبكي. ليه؟ لان وحشك لدرجه عاوز تشوفه، عاوز تكون معاه، عاوز تقول يا رسول الله اشكرك ازاي. يعني ممكن اقول لك ايه اقل حاجه نقولها لك؟ ان انا بحبك حب اكتر من نفسي. انا مش ممكن اسامح غير لما اتعلمتها منك. ما اعرفش حب اتعلمته منك، ما اعرفش احترم حد اتعلمته منك، فانت علمتني كل حاجه. فلما اقول لاي انسان انا بحبك، عارف قال له الرسول علمني عليه الصلاه والسلام، علمني الحب. طب الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا ان احنا نصلي ونسلم ومبارك على الانبياء والرسل من قبله، وصانا بيها. ليه؟ لانه حبه منتشر في كل حته، سواء قبله او بعده، حبه منتشر للطبيعه. كان يقعد تحت شجره تضل عليه هو، عارف يقعد في اي مكان، قطه كده تيجي تقعد على الحجر هو. سبحان الله، ربنا حب فيه الطبيعه. عارف لما الله عز وجل يحبك يحبب فيك الطبيعه، هتلاقي الناس بتحبك، هتلاقي كل حته في حياتك. تخيل ممكن فراشه تقف على ايدك، عمرك شفت دي قبل كده؟ هتلاقي فراشه تقف على ايدك. ليه؟ ربنا حبب الطبيعه فيك. جبناها منين؟ من معلمنا. لكم في رسول الله ايه؟ رسول الله اسوه حسنه، يعني بنتعلم منه كل حاجه، اسلوبه، طريقه اكله، اسلوبه مع الناس، حبه لزوجاته، حبه لاصحابه، حبه والحب بياخده منهم ازاي؟ ما كانش حد يطلب منه اي حاجه، تبص ينصت لغايه اخر لحظه، لو حد عزمه يروح على طول من غير ما يفكر. ايه السبب؟ عاوز يسعده، لان الانسان لما يعرف روعته مش ممكن ما يقدرش يكون سعيد، ولما يعرف رسوله مش ممكن ما يعرفش الحب، لان مهنه بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام وبتحب المولى سبحانه وتعالى، فلازم ينعكس عليك الحب من نفس النوع. خد كلمه الحب، هتلاقي اول حرفين منها اسم الجلاله من الله، والحاء جاي من الحنان، والب من البقاء. فبقائك في الحياه مع الحنان وهو الله سبحانه وتعالى. مش ممكن بيت يكون في حب ما فيهوش سعاده، مش ممكن في حب ما فيهوش نجاح ولا في المال، لانه بيجمع معاهم. وبعدين حب الرسول قد ايه تعب علشان، فكر فيها قد ايه تعب علشانك. عارف لو حد تعب علشانك وبيشتغل يديك فلوسه بتقول له ايه؟ هتعمل له ايه؟ ده يعني في اكتر من كده، ده لك كل حاجه. يبقى لازم تحبه، بتحبه من قلبك وبتحبه باخلاص، تتشوق لرؤيته. ده ساعات تشوف حد ما شفتوه بقى لفتره صاحبك تقول يا خبر، ولما تقعد معاه مجرد ما تفكر فيه بتسعد، لانك بتحبه من كل حته فيك. ما ضيعش لحظه في حياتك من غير ما تحب فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، وتفهم ليه وتعرف ليه. لو ما حبيتش الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اللي علمك تحب الله سبحانه وتعالى، مش هتعرف تحب، لان هو ده الحب الحقيقي. فخدها مني وعيش بالحب للرسول عليه الصلاه والسلام، وانت رايح كده بتحب المولى سبحانه وتعالى، وقدر قيمه الحياه دي اللي ممكن عن طريقها تخش بها الجنه، وربنا يجمعنا مع الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، يا من علمتني حب الله سبحانه وتعالى. فبارك، ربنا يجمعنا مع بعض ان شاء الله في جنه الخلد باذن الله، واشوفكم بخير، وكل سنه وانت طيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.